وفي تأثر واضح ويعني وعالي جدا جدا الحقيقة ما كنتش متخيلة. اتأثرت قوي. مش اتأثرت بإيه؟ لا اتأثرت بال باللي شفته. كانت في حاجات كتير قوي وحشاك. تاريخ. تاريخ. ويمكن التقرير ده فكرك ببعضها قبل طبعا زيارتك للنادي الأهلي الأخيرة. أكتر حاجة كنت مفتقدها إيه؟ أكتر حاجة في التقرير ده افتقدتها إيه؟ ان انا كنت لعيب كوره دي احنا كنا بنستمتع بصراحه. ف زعلتوني. لا لا خالص. لا انا مقدر شعورك كابتن وائل، وجماهير النادي الاهلي بتحبك، وانا عارف احساس لعيب الكوره اللي بيحب النادي لما بتشوف انت كمان. وانت كنا بنتكلم وانت بتتفرج على التقرير ولحظات نجاح ولحظات امسك نفسك يا نجم. انت ده انت لا 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 خلاص مفيش حاجه. لا. فخلينا نبدا من الاخر يا وائل. طبعا مشوار طويل جدا. خلينا نبدا من زيارتك للنادي الاهلي. الزياره الأخيرة.